هتم معاك يا بطل. ما تبقيش بايخه بقى، يلا قومي معايا. مش قايمه يا حبيبتي. طب انا هطلع اقول لاصحابي ايه؟ اقول لهم مراتي مش عايزه تطلع تقعد معاكوا؟ يا اخويا انت حر، قول لهم اللي تقول. بس المهم بقى يا حبيبي، انا ما اقدرش اقعد في جو زي ده، كله سكر ومسخره. ليه بس يا حبيبتي؟ طب وما تقوليش ليه يعني ان هو جو انبساط وفرفشه؟ وبعدين حد يطول قاعده زي دي يا بطه؟ ده بيقولوا ان ساعه الحظ ما بتتعوضش. الكلام ده تقوله يا حبيبي لما نكون كده قاعدين انا وانت لوحدينا، مش مع الاشكال دول. ومالهم بقى دول؟ تقدر تقولي لي ايه اللي مش عاجبك فيهم؟ تقدر انت تقول لي مين النسوان اللي قاعده بره دي وجايين من اساسه مع مين؟ دول كلهم صحاب ومخطوبين. ايه مخطوبين؟ مين خاطب مين؟ هو انت عايز تقول لي ان الواد سمير البايظ ده خاطب؟ دي سيرته في الحته زي الزفت وعلى كل لسان. وافرض يا اخويا ان اللي بره دول مخطوبين زي ما انت بتقول، تقدر تقول لي انهي واحد ده ما عندوش كرامه ولا شرف مخلي بنته سهرانه مع خطيبها بعد نص الليل تسهر وتحشش؟ ما هو اهاليهم عارفين ان هم جايين في بيت محترم. هو انت خليته محترم؟ يعني ايه بقى؟ يعني تخرج كده بجلاله قدرك تطرد كل اللي قاعدين بره دول؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اللي بيحصل في بيتي ده. لا طبعا انا ما اعرفش اعمل حاجه زي كده، انت جننتي ولا ايه؟ انا فعلا ابقى مجنونه لو استنيت هنا معاك، انا لازم اشوف لسه في اللي بيحصل. انت هتفلقيني ليه؟ ده هي تقل مزاجك يا شيخه زي ما قلتي مزاجي كده. يا حفظه بتشتمني عشان شويه الزباله اللي قاعدين بره دول؟ طب والله ما انا هعدلك فيها من بكره. كستين داهيه. وحشتيني قوي يا حاج، وحشتيني قوي 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 قوي، وحشتيني قوي قوي يا هيمه. يا دي النور يا دي الهنا. بلا نور بلا زفت، امي فين؟ بابا يا ستي. ايه يا بابا، كويس ان جيتي يا حبيبتي. انا كنت هبعت لك عشان تنزلي معايا السابع عشان عايز اغير الغوايش دي يا اختي، زهقت منهم بقى. ايه يا بنت، مالك مادة ابوزك شبرين كده؟ في ايه يا معدوله؟ بقول لك ايه، انا خلاص مش طايقه اشوف اللي اسمه حفظي ده ولا حتى عشره. ده طلع مش راجل. يا مصيبتي، مش راجل يعني ايه يا بنت؟ ده لا عنده نخوه ولا حياه، ده ما فكرش مره واحده يغير عليا. يكتك نصيبه يا بنت، خضتيني. فكرتك ظبطتي الراجل كده ولا كده ولا كده؟ ايه اللي حصل يا معدوله؟ والمره دي بقى ياما طالع لي في مطلوع جديد خالص. قال ايه؟ كل ليله ابص الاقيه داخل عليا الشقه برجاله. واللي زاد وغطى ياما، اللي زاد وغطى ان كل واحد من الرجاله دول ساحب معاه واحده ست، ويقعدوا يسكروا ويحششوا لحد بعد الفجر. والبيه اللي اسمه جوزي عايزني انا اقعد معاهم واسيرهم. يرضيكي يما؟ يرضيكي؟ ايه يا بنت المسخره وقله الادب وقله الحياه وقله التربيه دي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا لما اشوفه هسبخ له. والنبي والنبي ومن نبى النبي نبي، انا عمري ما رضيت عن الجوازه دي. انما القصد بقى لا، احنا نكلم ابوك ويجي ويقعد معاه واحكي له على اللي حصل. بس اوعي اوعي تقولي له انه هانك يا بنت، احنا مش ناقصين نصايب. يا لهوي، هو انا عبيطه ولا ايه؟ هو انا مستغنيه عنه؟ عن مين يا اختي؟ عن زفت الطين اللي اسمه حفظي ده. بقول لك ايه يامه، يلا يلا كلم ابويا خليه يجي، خليه يشوف لي حل في النصيبه السودا اللي انا فيها دي. انا النهارده لازم اخلص من بوز الاخس اللي اسمه حفظي. دلوقتي بقى بوز الاخس؟ بره منك بت بره. وعلى العموم يا اختي ابوكي مش هنا. يا لهوي، ابويا راح فين يامه؟ ابوكي يا اختي مسافر مع برعي. وهيرجع امتى؟ وهو يا اختي بيقول لحد ده، حتى برعي لما بيسافر معاه ما بيعرفش يقول لمراته هيرجع امتى. يعني ايه بقى؟ يعني ايه فهميني؟ يعني انا هفضل قاعده هنا لحد ابويا ما يرجع؟ انت يا بنت ايه حكايتك بالظبط؟ انت عايزه تخلصي ولا عايزه ترجعي ولا عايزه تطلقي ولا عايزه تقعدي؟ عايزه ايه بالظبط؟